السلام عليكم أعزائي، بس هذا فيديو شوية يعني غلطت بالشرح مال الجسور لما قلت لكم حجم العود هو 38. العفو، هو حجم العود 48. 48 حجم العود 48، ومن المفصل لغاية مربط الفرس هو 38. شوية نرجو المعذرة، لأن واحد من يسوي فيديو بدون تحضير يعني طوفة أشياء يعني. فبس حبيت أكد لكم أن العود 48، ومن المفصل لغاية الفرس هو 38. يعني تضرب 19 مرتين، تضرب 19 مرتين صير 38، وعندك الزند هو 19، فالمجموع الكلي يصير 57. طول الوتر يعني يكون 57. وشكرا لكم، ومع السلامة في فيديو آخر.